أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فخطب فيهم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء يدل الأمة على ما هو خير لها، ويحذرها وينذرها ما هو شر لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العافية ستكون في أول الأمة، مع أنهم ابتلوا ومضوا في ومضوا ونجحوا في تجاوز تلك الفتن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينذرنا بأن آخر هذه الأمة ستكون فتنها عظيمة، حتى يقول المؤمن كلما جاءت فتنة يدقق بعضها بعضا أو يرقق بعضها بعضا، تأتي فتنة عظيمة فنظن أنه ليس هناك ما هو أعظم منها، ثم تأتي أخرى فتكون أشد من التي قبلها، حتى يظن المؤمن أنه كلما جاءت فتنة يقول: سأهلك في هذه، بمعنى أني لن أتجاوز هذا الاختبار. معاشر الكرام، الفتنة هي كل ما يختبر به الإنسان. الفتنة قد تكون في الأولاد والمال والجيران، في الاختبارات التي نمر بها كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه الفتنة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره،
تكفرها الصلاة، تكفرها الأعمال الصالحة، يكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما هناك فتن قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي موج كموج البحار، بمعنى فتن عظيمة تأتي على الأمة فتأخذ أناسا كثيرين، فتن عظيمة تأتي كبيرة لا يدري الإنسان كيف يواجهها فتأخذ الناس كثيرا. وهذه الفتن كفتن القتل الذي ينتشر، كفتنة الظلم العظيم الذي يقع على بعض الشعوب، والفتن التي تأتي وتأخذ جزءا من هذه الأمة وليس شخصا بعينه. ويقسم أهل العلم الفتن إلى نوعين، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي الفتن التي تتعلق بالتصورات، بالمفاهيم، بالاعتقادات، وهي أشد الفتن، لأن الإنسان يصرف عن الاعتقاد الصحيح، عن التصور الصحيح، ومن فسد تصوره فسد عمله. من يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا ويرى أهل الاستقامة والدين أنهم أهل فتنة، ويرى أهل الفتنة وأهل الفساد أنهم على خير، هذه أعظم فتنة. وهناك فتن، فتن الشهوات، فتن التي تميل بالإنسان إلى المحرمات، كفتنة الظهور والشهرة، فتنة المال، فتنة النساء، وهذه هي فتن عظيمة لكنها أقل من فتنة الشبهات. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر لما يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له، كل ما يصرف العبد عن الله تبارك وتعالى وعما يجب في حق الله فهي فتنة له. أيصبر؟ أيتجاوزها؟ أم يقع في المعصية؟ معاشر الكرام، الفتن التي تموج كموج البحر هي التي نعيشها اليوم، ولا ندري ما هي الفتن التي تأتي بعدها. وهنا أشير إلى ثلاث نقاط إزاء هذه الفتن. كما سبق، فتنة الشبهة هي أعظم الفتن، لأننا نرى ونسمع تقبيح الجميل وتجريم الصالحين، ونرى تجميل المفسدين، ونرى تزيين الباطل. والله جل في علاه قد حذرنا من هذا المنهاج، فأهل الباطل دائما لهم حجج، لهم أقوال يستشهدون بها ويستدلون بها على باطلهم. ألم يقل فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم، ويتكلم عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون أكبر طاغية يقول عن موسى عليه السلام الذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى إخراج بني إسرائيل من مصر وأن لا يكونوا من المظلومين، يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والمشركون أيضا لهم حجج، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ويقول الله لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإن كان آباؤكم لا يعقلون أو لا يعلمون في آية أخرى أتتبعونهم؟ فهنا الله جل في علاه يرشدنا أننا نتعامل مع الشبهات التي تفسد التصورات، نتعامل معها بالعقل وبالعلم وباليقين، ولا يمكن للإنسان أن يصفى عقله حتى تكون نظرته صحيحة إلا من خلال كتاب الله ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف الإيمان وضده، وأن يعرف الصدق وأهل النفاق، وأن يعرف الحق من الباطل حتى تستبين له سبيل المجرمين. ولذلك قال بعض السلف إزاء هذه الفتن، يقول الفتن، وتروى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إذا جاءت الفتن ظهرت عرفها العلماء،
وإذا أدبرت وانتهت عرفها كل جاهل، لأن بالعلم يعرف أهل العلم يعرفون الفتنة إذا ظهرت، يعرفون مآلاتها، يعرفون من خلال علمهم بالقرآن والسنة والسنن الكونية والتاريخ كيف تصير الأمور وكيف تفهم وكيف تحلل. بينما الجاهل يرى ظاهرا مما يحصل ويتأثر بالصور والمقالات فلا يراها، أما إذا ذهبت عرفها الجميع. النقطة الثانية معاشر الكرام، أن من أعظم الفتن التي نعيشها اليوم هي تدفق المعلومات، كثرة المعلومات التي نراها ونسمعها، ونحن معرضون لأخبار متتابعة حتى لا يدري الإنسان فيما يصدق وفيما يكذب وفيما يفهم، فكل الناس تحلل وتفسر هذه الأخبار. وهنا أمران اثنان: الأمر الأول أن على الإنسان أن يحرص على التثبت في المعلومات، لا تأتيه معلومة مباشرة ينشرها وينقلها ويتحدث عنها. علمنا الإسلام أننا إذا جاءنا خبر من أقوام لا يؤمن جانبهم أن نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا، تأكد من هذا الخبر، ما مصدره، من الذي أتى به، أي قناة تتحدث عن هذا، أي رجل يتكلم عن هذا. إذا عرفت المصدر عرفت كيف تفهم الخبر، وإذا تثبت الخبر كيف نفهم الخبر، كيف يفسر الخبر. هنا الإنسان يرجع إلى أهل الخبرة وأهل العلم حتى يحمل الخبر محملا صحيحا، ولا يكون الإنسان كلما جاءه خبر ينقله ويعلق عليه. هذه من أعظم الفتن التي نعيشها اليوم. الأمر الثاني، وقد سألت بعض المختصين وسألت بعض أهل العلم في أننا نرى كل يوم صور ومشاهد مؤلمة، هل هناك من فائدة في التعرض دائما لهذه الصور وهذه المشاهدات؟ هل هناك فائدة أن يرى الإنسان ساعات من النهار وساعات من الليل إلى هذه الصور والمشاهد؟ ما الفائدة التي أخذت منها؟ والله إنها لا تزيد إلا همًا وغمًا وحزنًا، وقد تقود بعض الناس إلى تصرف لا تحمد عقباه. فالإنسان ينبغي أن يقرأ الأخبار ولا يتعرض للصور والمشاهد كثيرًا، أن يقلل منها، أن يقتصد في ذلك، وأن ينقرأ المحللين أهل الاختصاص حتى يفهم الواقع بشكل محدود ومعدود ومقتصر، حتى يفهم الواقع، حتى لا يكون غائبا عن الواقع، لكن لا يتعرض لهذه الصور وتؤثر فيه فلا يستفيد. لا هو استطاع أن يغير شيئا، ولا هو استطاع أن ينظر إلى الإيجابيات وأن ينظر إلى الخير فيما يراه. والأمر الأخير الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة في وقت الهرج، لما تكون الفتن عظيمة، ينبغي للإنسان أن يكثر من التعبد لله تبارك وتعالى حتى يصفى قلبه، فإن صفى قلبه صفى نظره وصفت بصيرته، وعلم ورأى الخير ورأى الإيجابيات فيما يرى، ويكون بصيرا بما يجب عليه بحكمة
وتؤدى وأن لا يكون متسرعا، وإلا فالإنسان يقضي ساعات طوال في أخبار لا تفيده، ويقصر فيما يجب عليه من العبادات، ويقصر في قراءة القرآن، ويقصر في واجباته نحو أهله، ويقصر في واجباته نحو أمته، وهو مجرد مستهلك للأخبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. تقدموا قليلا جزاكم الله خير. Come forward a little bit, there is some borders, they don't have space, جزاكم الله خير. If there is any space, fill the gaps, جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. The believers in Sahih Muslim, Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما reported that they were with the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم on a journey. And he said to them, every prophet before me had an obligation to guide his followers to what he knew was good for them and to warn of the evil he knew. As of this ummah, it will be well at the beginning of its existence, but in the last phase, at the end of time of its existence, it will face trials and things that you do not recognize. There will be enormous trials, one after the other, and at each of them, the believer will say, this will bring about my destruction. When it has passed, another calamity will approach, and he will say, this is certainly my end. And the Prophet ﷺ said after that, whoever wishes to be saved from the fire, from Jahannam, and admitted to the Jannah, must die with faith in Allah and the last day, and he must treat others as he wishes to be treated. The believers' fitna cover all kinds of hardship, from the smallest to the highest, to the biggest. And it can mean being tested in your health by a difficult marriage, by children. And it can also be in form of shirk, torture, massacres, and wars. And in the end, life cannot be what it is without trials and without tests and without fitan. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala said on this subject, anything that distance someone from Allah is a fitna, is a trial. There are two categories of fitna. Those related to concepts, beliefs, perceptions, such as seeing the false as true, seeing what is right and true as false, and those related to forbidden desires, such as the desire to be famous through haram, adultery, illicit money, etc. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mention the fitan, which are our daily trials, our husbands and wives, children, neighbors, and the difficulties of life that we have to overcome. And he said, and even individual's fitna is found in his family, his wealth, his children, and his neighbors. It is expiated, forgiven by salat, fasting, charity, and by ordering the good and forbidding the evil. This type of fitna makes you neglect some of your obligations or falls into a sin. And there is fitna that spreads like the waves of the sea, as Umar ibn al-Khattab said. These are the fitan that include part of the ummah, where it is difficult to escape safely. These fitan that lead to instability and uncertainty, where many people die without justice. Today we are in this kind of situation, in this kind of fitna, and I would like to share three thoughts with you. The first one has to do with the fact that one of the greatest tests we are facing today concerns concepts. When evil and injustice are embellished and presented as good, and when good and justice are presented as evil, it is in this situation that clear thinking, lucidity is so important, as not to be affected by indoctrination, by propaganda. And how do we deal with all of this? Through certainty, through being inspired by the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
understanding faith and disbelief, truthfulness and hypocrisy, the path of believers and the path of deniers. It is for this reason that certain scholars of the first century said, when fitna arrives, the scholars see it arrive, and when it has passed, all the ignorant know about it. The scholars see it coming because they are clear, they are lucid from the teachings of the Quran and the Sunnah, from history, from the universal rules with which Allah managed this universe. On the other hand, people who do not know, don't see anything coming. They are just affected by the images, the comments, and everything else that's going around. And in the end, when things become clear, everyone knows, but it is too late. The second point is linked to the first by the fact that today we are invaded by information. Too much information is circulating. Images, videos, contradictory comments, etc. All of which creates confusion. Everyone has become journalists, commentators, and analysts. Some of us are spending hours surfing through the news and groups and news channels. Here, we must be aware of two things. The first one is being careful of the sources of our information. Islam asks us to be cautious and not to accept any information before checking it. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. O you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information over what you have done, investigate. فَتَبَيَّنُوا. أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ. Lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done regretful. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam tells us that he who says, share any information, he receives risks being a liar and risk committing a sin. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَوْ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَسْمَعِ. It is enough for a man to prove himself a liar when he goes on narrating whatever he hears. And it is enough for a man to tell everything he hears for him to commit a transgression. The second one, all information, once authenticated, can be interpreted in different ways. It is up to us to listen to the experts in the field to get fair, balanced, and realistic, reasonable explanation. And thirdly, what benefit does it bring to pass it or to share it? Does it benefit the community, or does it add to the confusion and sadness? The believers, some of us often forget our own interests. So absorbed are we in the events of the world. We become negligent of our prayers, our faith, and our obligations. And we cannot do to ourselves any benefit, nor we bring any benefit to the community. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصر المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجبر كسرهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم اشف مريضهم. اللهم داوي جرحاهم. انصرهم على القوم الظالمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.